أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل للذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات
وما كيد فرعون إلا في تباب وقال أهدكم سبيل الرشاد يا وإن الآخرة هي دار القرار صدق الله العظيم.